السلام عليكم، معاكم مصطفى مكرم مستر بومتك، وانا عندي سؤال. ليه معظم القنوات الكبيره مشتركه في شركات البارتنر؟ وده هيخلينا نتجه لحاجتين. اول حاجه هنتجه ليها البلطجه او الغصب، وهي ازاي ده بيحصل. اول ما انت مثلا بتوصل لعدد معين من المشتركين، بتوصل ل 30,000 مشترك او 40,000 مشترك، او الاحصائيات بتاعت قناتك ممتازه، ممتازه بمعنى الكلمه. لو مثلا قناتك مثلا بتعلى في الشهر، مثلا قناتك كانت 30,000 في شهر معين، وبعد كده الشهر اللي بعديه بقت 50,000، الشهر اللي بعديه بتبقى 60,000 و70,000 وكده، وبتعلى بسرعه. فشركات البارتنر بتبدا تقول ان الشخص ده من افضل الاشخاص على اليوتيوب، او الشخص ده في المحتوى العربي مثلا شخص متميز، فالشخص ده احنا عايزين نشتغل عليه ونكسب منه فلوس. هي دي طريقه تفكير البارتنر. الصراحه مش كل شركات البارتنر، ولكن هي دي معظم شركات البارتنر بتفكر كده. ده اللي حصل مع قناه المحترف لو تفتكروا. كان رغيف امين اتكلم في فيديو انه اتنصب عليه في $1,000 من شركة فول سكرين، و اتنصب عليه يعني في الفلوس دي بسبب انه كان عايز يفسخ عقده معاهم، وهما لما جه يفسخ العقد لقى فلوسه ناقصة $1,000، وده ما يعتبرش مبلغ قليل يعني. يعني طبعا اتكلموا معاه بحجة ان عليه مشاكل في فيديوهات وكده، طبعا ده ما حصلش بالنسبة له هو يعني. تمام، موضوع الغصب ده بمعنى ايه؟ ان هما يا جماعة بيعملوا لك حاجة اسمها كليم. الكليم ده اللي هو كوبرايت، يعني بيعملك حقوق طبعا ونشر على بعض من الفيديوهات بتاعتك 4 أو 5 فيديوهات. لو الحاجات دي كملت القناه بتاعتك هتقفل، وانت طبعا بتبقى قناتك مش مصدق انها بقت 50,000 و60,000. فانت طبعا هما بيهددوك بالموضوع ده، فانت تلقائي بتوافق على العرض بتاعهم وبتبدا تشتغل معاهم. الاتجاه الثاني هو انك انت اللي بتشترك بمزاجك. لما تكون قناتك 2000 مشترك، 5000 مشترك، 10,000 مشترك، وتلاقي مثلا ان ادسنس عندك مشاكل في ادسنس، فانت بتبدا انت اللي تشترك. وده برضو اللي هنتكلم دلوقتي على ايه هي مميزات شركات البارتنر اللي بتقدمه لك. مميزات البارتنر هي حاجه معينه، حاجه جميله جدا، ان هي بتديك حمايه للقناه بتاعتك مهما كانت صغيره او كبيره. برضو نرجع ونقول مش كل شركات البارتنر، تمام، مش كل الشركات بتقدم لك حمايه. في شركات بتقدم لكش حمايه، في شركات بتقدم حمايه للقنوات الكبيره بس كده، في شركات بتقدم حمايه لكل القنوات. تمام، لو قنواتك متميزه فانت ممكن تقدم لك حمايه حتى من اي شركه كده يعني يا شباب. تمام، كل ده بيتحسب على حسب القناه بتاعتك. تمام، طيب خلينا نتكلم على مميزات الشركه. زي ما قلت لك ممكن تقدم لك حمايه ان قناتك لو اتقفلت تقدر ترجعها لك، او تقدر تكلم لك اليوتيوب وهي تبقى افضل منك في انها تتكلم على اليوتيوب وتقدر ترجع لك القناه. حصل لك اي مشكله مع اي شخص في حقوق طبع ونشر، هو هيقول لك ان الشخص ده سرق منك كذا، وهيقدر كمان يشيل الفيديو بتاعه من غير ما تتوجع دماغك انك تعمل الكليم او انك تعمل كوبرايت لحد او تعمل اي حاجه. هو اللي بيعمل كل حاجه لوحده، وهو ممكن يعمل كل حاجه. ده برده مش مع كل القنوات ومش مع كل شركات البارتنر. تمام، في شركات بارتنر مهتمه بالناس، في شركات بارتنر مهتمه انها تدفع اخر الشهر وخلاص. طيب ده حاجه من مميزات البارتنر. مميزات البارتنر برضو انه ممكن يدفع لك قبل ادسنس بكتير. يعني ادسنس مثلا بيدفع يوم 22 او يوم 24 في الشهر، هي ممكن تدفع لك كل اول شهر مثلا. تمام، كل اول شهر بتدفع فلوس، او في وقت قبلها مثلا ممكن تدفع لك يوم 18 يوم 20. تمام، على حسب طبعا الشركه. شركات البارتنر هي حاجه مميزه جدا، لكن مشكلتها انها شغاله مع ادسنس. يعني ادسنس انت بتاخد، انت اهو مش مشترك في بارتنر وشغال مع ادسنس، بتاخد من ادسنس كام؟ بتاخد منه 60%، وادسنس بياخد 40% من ربح الاعلانات. تاخد 60 وادسنس بياخد 40. تمام، لما بتشترك في شركات البارتنر، البارتنر بياخد 10% من ال 60% اللي انت بتاخده من ادسنس، وانت بتاخد 90%. يعني فلوسك في البارتنر هتبقى اقل من ادسنس، لكن زي ما قلنا البارتنر بيتميز بالدفع السريع. يعني مثلا لو البارتنر بيدفع يوم 20 في الشهر، يكون المبلغ اقل مبلغ للسحب في ادسنس هو $100، اما في البارتنر ممكن يبقى $1 في الشركه اللي انا هديها لك النهارده، او الشركتين اللي هعرفهم لك عليهم النهارده. لما يكون الدفع من $1 على الباي بال هيبقى الموضوع حلو جدا معاك، وهيبقى سريع جدا، وطبعا بيدفع بسرعه جدا وفي نفس اليوم الكلام ده كله، فده هيبقى افضل لك بكتير في شركات البارتنر. تمام، ده غير انها بتقدم لك الحمايه الكافيه. تمام، لكن زي ما قلت لك مشكلتها الوحيده ان هي فلوسها اقل من ادسنس شويه. تمام، مش هقول لك كتير، لا شويه، حاجه بسيطه يعني. طيب انا ليه بعمل الفيديو ده؟ عشان انا بفكر اشترك في شركه بارتنر اللي هي شركه سكيل لاب، الشركه دي. تمام، انا بفكر اشترك في الشركه دي. انا شايف الناس كتير اتكلمت عنها وقالوا ان هي ممتازه جدا للقنوات الصغيره اللي شبه قناتي. شايف الناس صراحه شركه متميزه جدا وشركه ممتازه، وبتدفع من اول $1 على باي بال، وبتدفع عن طريق بايونير. وانا زي ما قلت قبل كده في حلقه قبل كده ان انا معايا بطاقه بايونير، فانا اقدر اسحب عليها براحتي. وهي برضو بتدفع عن طريق الباي بال من اول $1، وبتدفع عن طريق اكتر من حاجه تانية، زي انها بتدفع على طول يوم واحد في الشهر على طول بتديك الفلوس.
وسهله وشركه بسيطه جدا وبتقدم لك الدعم للقنوات الصغيره والقنوات الكبيره وكل حاجه فيها حلوه جدا. تمام، انا مش هنضم فيها في الوقت الحالي، ولكن لو هنضم لشركه بارتنر فهي الشركه دي اول شركه هنضم ليها. انا بس حبيت اقول لك في الفيديو ده ان انا لو هنضم بارتنر فانا هنضم للشركه دي، ان انت لو قناتك صغيره زي قناتي فانا برجح لك شركه سكيل لاب انها تنضم ليها. انا لسه ما انضمتش الصراحه، ومش هنضم الا لما اتاكد ان مشكلتي في ادسنس مش هتتحل. مشكلتي لحد دلوقتي انها ما جاليش البين كود، وحاليا بقالي 3 شهور الا شويه يعني الا كام يوم وما جاليش البين كود. تمام، لحد البيت ما جاليش، وبرده حصل كام مشكله كده معايا في ادسنس، ولحد دلوقتي مش عارف انا ازاي ممكن اسحب الفلوس اللي في ادسنس. تمام، ولكن انا لحد دلوقتي لما توصل لي ان شاء الله الرساله اللي هامله فيها النموذج بتاع بطاقه شخصيه، وان شاء الله لما يدفع على ادسنس هسحب فلوس من ادسنس، وبعد كده على طول هشترك في شركه البارتنر دي، لان انا مش متاكد ان انا كل شهر هسحب 100 دولار من ادسنس او هجمع 100 دولار في ادسنس. انت اديك شايف اعلانات اليوتيوب مره فوق ومره تحت، مره مثلا تبقى الاعلانات فيها اعلانات يوميا، ومره تلاقي اسبوع كامل ما تلاقيش فيه اعلانات ظهرت، حاجات غريبه جدا في اليوتيوب الايام دي. فالموضوع فانا محتاج ان اسحب شهريا فلوس من اليوتيوب عشان اقدر اطور من محتوى القناه، فانا هحتاج شركه بارتنر. وانا برضو محتاج حاجه تحمي قناتي من الاغلاق بسبب ان انا ما عنديش يعني مشتركين كتير حاليا، تقريبا لسه لي 100 مشترك على 3000 مشترك او اقل من 100 مشترك عشان نوصل 3000 مشترك، ان شاء الله نوصل لهم قبل الشهر ده. فانا محتاج حاجه فعلا تحمي القناه بتاعتي، فانا برجح لك اهو شركه البارتنر اللي هتشترك فيها. لو قناتك اقل من 10000 مشترك او اقل من 20000 مشترك ممكن تشترك في بارتنر سكيل لاب، هي صراحه ممتازه جدا، وفي اكتر من شرح على النت بيقول انها شركه متميزه جدا. تاني حاجه، في شركه اسمها فور سكرين، طبعا دي اللي نصبت على المحترف وعلى قناه المحترف، ولكن شركه برضو تعتبر شركه ممتازه. انا مش هقول لك انها شركه وحشه، لان تعتبر انها شركه ممتازه. مش معنى ان المحترف حصل له مشكله مع الشركه دي بسبب انه كان عايز يسيبها وما عرفش، لكن ما زالت ان هي من افضل الشركات، هي وشركه فريدوم، ولكن انا بفضل لك الشركه دي عن شركه فريدوم بسبب شركه فريدوم فيها بعض المشاكل برضو اللي واجهتني، وفيها ان هي ما بتسالش في الناس اصلا اللي شغاله معاها غير الناس اللي 100000 مشترك فيما فوق. فالشركه دي ممكن تقدم لك دعم شويه، ولكن انت محتاج لما تكون عايز تنضم لشركه فول سكرين ما تكون 20000 فيما فوق. هي مش طالبه كده، لكن عشان تقدموا لك الدعم الكافي والسبورت الكافي لازم تكون 15000 20000 فيما فوق عشان تقدر تكسب منها فلوس كويس. تمام، اما لو قناتك اقل من 20000 فشركه سكيل لاب هي افضل شركه انت ممكن تنضم ليها. حتى انا بقول لك انا شخصيا انا هنضم للشركه دي اول لما احل مشكلتي مع ادسنس او اول ما انتهي من جوجل ادسنس باذن الله. بس هو ده اللي كنت عايز اوضحه لك بس في الفيديو ده، واعرفك ايه هي الشركات البارتنر وايه اللي حصل مع قناه المحترف وايه اللي بيحصل لو كده كده قناتك حلوه وقناتك بتوصل للناس بسرعه وعندك مشتركين بيتضاعفوا. فالموضوع ده هيأثر معاك بالسلب بالنسبة لشركات البارتنر بسبب ان هما فعلا ممكن يدمروا لك القناة لو ما اشتركتش في شركة بارتنر. فاتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم يا جماعة من الموضوع ده كويس جدا. وبس هو ده اللي كنت عايز اقول لكم بس في الفيديو ده، هيتساعد عليكم ان شاء الله. انا معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك، شوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.